السلام عليكم مشتركاتي العزيزات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، صحه مولودكم، وان شاء الله تكونوا فوتوا هذا العيد بخير ولاباس واحتفلتوا به بخير. انا راني احتفلت في دارنا فرحه لا توصف، يعني اول مره ملي جيت لفرنسا نحتفل به مع دارنا، صدفه لا تعوض. درنا اطباق هايله بزاف ودرت تحليه ثاني رائعه. اليوم راح نعد لكم فلوج وثاني نعت لكم احتفالات بالمولد في وادي الطاقة، كيف احتفلنا وكيف احتفلوا الناس، وليغوسات راح نخليها لكم في الأيام القادمة، راح نحط لكم كل وصفة وحدها هكا به ما تجيكمش الفيديو طويلة بزاف. أنا راح نخليكم مع الفلوغ وإن شاء الله يعجبكم، وما تنساوش تشجعوني باللايكات، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس، هكا ديما يلحقكم كل الجديد.
بريمير. وبدي دا شعر جديد بيجرني.